ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف. فيديو جديد. فيديو النهارده معانا ايس وحوش. اوكي طبعا انتوا كلكم ما تعرفوش مين ايس. اوكي وانا شخصيا برضو ما اعرفوش. اوكي بس هو كتب لي كومنت وقلت هي فكره حلوه ان انا اعمل رياكت عن حد مش معروف. اوكي وان شاء الله باذن الله يعني انا اتمنى ان هو من اول ما اعمل عليه رياكت الناس يعني تعرفه. ان شاء الله باذن الله يكون وشي حلو عليه. اوكي ونشوف هو بيقول ايه وربنا يستر. بس انا حاسس ان الاغنيه حلوه. اوكي انا حاسس ان هي تبقى حلوه لان الاسم. اوكي ما علينا خلينا نخش على طول الفيديو. يلا ليتس جو. عرفت ليه البشر بتخسر؟ بص ازاي متاج بيقرب. فهمت ازاي الطيبة بتتفسر؟ عايز الوحوش يلا اتصرف. عرفت ليه البشر بتخسر؟ بص ازاي متاج بيقرب. فهمت ازاي الطيبة بتتفسر؟ عايز الوحوش يلا اتصرف. بس سكوت دماغي بتفور. بداية الحتة دي انا قلت مش هتبقى حلو بصراحة. لكن زي التباب. عرفت ليه البشر بتخسر؟ بص ازاي متاج بيقرب. فهمت ازاي التباب بتتفسر؟ عزة الحوش يلا اتصرف. بس سكوت دماغي بتفور. سيل افكار مدرسيون. هنا مفيش للسحر حلول. كله هنا عايش مسحور. اللي يجي يرجع بجروح. انا عقلي بيحرق اي روح. قلبي شلته ما بقاش موجود. انسان آلي مصاب ببرود. كلام حقيقي طالع للسما. بشكي في هم حياتي يا انا. انا عايش وسط شر ونفسنا. مفيش طيبه في بس عكسها. صابني المصير فيش تي ايه. انا عايش وسط شر ونفسنا. مفيش طيبه في بس عكسها. صابني المصير تاني برمحه. قتلت بيه اي جميل شفته. يوم ما عايش هيبقى يوم موتكو. يوم ما عايش هيكون يوم موتكو. برو الكلام ده عليا انا كده يا اسطى. غلب اكاسي بصوتكو. حفظت الدنيا شارع شارع. مش فارق مين معايا ومين راجع. مش بقى على حاجة انا بايع. ناديت كتير محدش سامع. مين كان معايا لما كنت بموت؟ استكفينا كلام بطلنا وعود. قضيت عمري في حرب وحوش. اللقوح على ضعف بيسود. فاكراني ملك كامل بس الحقيقة انا جاي من النار. مات العدل ومعلق الموت. فاكراني ملك كامل بس الحقيقة انا جاي من النار. فكراني ملاك كامل. انا الحقيقة انا جاي من النار. شيت برو. هو انت كاتب ابليس ولا ايه؟ وحوش وقبل وحوش مكتوب ايه؟ ايس ايه؟ ما علينا ما علينا. انا مش شايف ايه المكتوب. يس وحوش. ايس ايس مفروض ايس لاسمك. اوش بالعربي. انا الانجليش اللي بيبقى مكتوب الانجليش بيبقى مكتوب بالعربي ده ببقى ضايع فيه. ما بعرفش اقراه نهائي. اوكي اللي هو ايس ايس. اوكي ايس. اوكي اسم اللي بيغني هو الشيت. انا سلو فشخ. اوكي دماغي بتبقى بطيئه في ان هي تلقط الحاجه. مش زي بيت الناس اللي هي تلقط اوكي مكتوب ايس يبقى ايس. اوكي فاهم ما بتلقطش بسرعه. لازم اخد وقت. بيسود. فكراني ملك كامل بس الحقيقة أنا جاي من النار. مات العدل ومع الإنصاف. هنا الاحترام بس للأشرار. فأنا شر رخام. مات العدل وإيه والاحترام للأشراف. مات العدل ومع الإنصاف. هنا الاحترام بس للأشرار. فأنا شر رخام وشخص خام. لو كمان عرفت انام. عشت في دماغي خلف القضبان. خلص الرضا كتر اطماع. قلت عمري ما اعمل وعملت دايما في الدنيا. خلص الرضا وكتر اطماع. شيت برو. الى حد ما انت يعني في كم نقطه فعلا كنت بحسها لفتره معينه. كان عندي برضو نفس الكلام ده. بس انت فاهم بيبقى في بعد وقت. لو انت خام زي ما انت بتقول في الاغنيه فهتلاقي ان الشر ده مش هيبقى موجود. المفروض يعني ما يبقاش موجود عشان انت خام فاهم. وخام دي معناها حاجة حلوة مش حاجة وحشة. فاللي هو
خلص الرضا كتر اطمع قلت عمري ما اعمل وعملت دايما في الدنيا نجح. اوكي انت بتقول حاجه وعكسها, ده اللي انت عايز توصله لي صح؟ لان انا مش فاهم صراحه في ايه. فشلت كتر اطمع قلت عمري ما اعمل وعملت دايما في الدنيا نجح وفشلت انا مخلص. او ممكن زي اللي هو بيقولوا ايه من عيب ابتلى, لان انت ممكن تقول انا عمري ما اعمل كده وتلاقي نفسك بتعمل كده, هو ده اللي قصدك عليه تقريبا صح؟ لان فعلا كلنا بيحصل لنا نفس الحاجه. انا بحصلت لي اللي هو انا عمري ما اعمل زي الشخص الفلاني الفلاني ده ان هو بيعمل كده, والاقي نفسي بعدها بيحصل كده والاقي حد يقول لي على فكره عمر انت قلت ان انت مش هتعمل كده, فاللي هو عارف اللي هو ما خدتش بالي فاهم. فاللي سبحان الله يعني ممكن يكون قصدك كده ممكن. اطمع قلت عمري ما اعمل وعملت دايما في الدنيا نجح وفشلت انا مخلص لما اتخدعت نجح وفشلت خدعت مفيش غير جلدي حماني من البرد خسرت الصنعة والمواهب الشر موضة ومعه بواكب على قطر الموت يوماتي راكب فاكراني الابد هفضل ساكت قتلت الجمل رميت ما حمل جاوبت بنعم انا جاني جبت الكفن ودفنت التعب ومجهود طلع كان على عين غالي فنفد معاك يا شطان صبري شفت ازاي قبلت قدري حقيقي رجع لي تاني بصري عرفت مين ده مين مين مطلي بس اسكت انا تعبت عرفت الفرق بس اما سبت عشت فهمت كدبت وكدبت مفيش لحظه بعد رحيل انا ندمت بس اسكت دماغي بت مفيش بعد رحيل انا ندمت فهمت كدبت وكدبت مفيش لحظه بعد رحيل انا ندمت بس اسكت يعني ما بيندمش ده اللي اقدر افهمه دماغي بتفور سيل افكار مطر السيول هنا مفيش للسحر حلول كله هنا عايش ومسحور يو بس اسكت بس اسكت بس اسكت بس اسكت بس 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 اسكت بس اسكت دماغي بتفور سيل افكار مطر السيول هنا مفيش للسحر حلول كله هنا عايش مسحور اوكي احنا خلصنا الاغنية اوكي. طبعا انا شايف في الصورة مكتوب 1992 اوكي شهر 4 يوم 25 هي دي السنة اللي انت اتولدت فيها ياريت تعرفني لان اغلب الاوقات بيبقى الصورة دي ليها يعني الحاجات دي بتبقى ليها معنى اوكي لان ايس ده الاسم بتاعك اوكي فدي العلامة فده تقريبا ده السن وتقريبا ده اليوم الوقت اللي انت اتولدت فيه ممكن اوكي لان انا فاكر برضو والدتي قالت لي ان انا مش عارف اتولدت برضو في فجر حاجه زي كده المفروض ان انا مولود في يوم 7 بس اتكتبت في يوم 8 حاجه زي كده عشان تويد حاجه زي كده ما علينا فيعرفني انت فعلا مولدي 92 انا 94 كيف فرق سنتين دي اول حاجه تاني حاجه حاجات ملهاش اي لازمه خالص كالعاده تاني حاجه هي الاغنيه حلوه كبدايه طبعا انت ما عندكش اغاني تانية اوكي انا كنت اتمنى ان يبقى ليك اغاني تانية اللي هو بحس شبه كل يوم اعمل رياكت اوكي انا الاغنيه عجباني هي كبدايه حلوه حلوه على فكره حلوه جدا اوكي كبدايه ما فيهاش اي مشكله بس انا اتمنى ان انت يعني تستمر شيت اتمنى ان انت تستمر في الموضوع الراب ده لان ان شاء الله هتوصل اوكي طبعا انا اتفرجت على مروان بابلو دايما المفروض ان هو مروان بابلو ده اللي اعرفه ده علمي اوكي ان هو مروان بابلو والاغنيه سبحان الله فرق شاسع اوكي فانت اسلوبك ده وانت لسه اصلا في البدايه فدي لما توصل هتبقى جامد فشخ اوكي لان هي كبدايه تحفه يعني حلوه يعني هقول لك على حاجه في كام فيديو اللي انا سمعتهم في كام اغنيه ما يعني الاغنيه دي جنبهم احسن بكتير وهم معروفين اوكي لان بعد اوقات بيبقى في قصه اللي هو عشان هو معروف اوكي وان هو يعني مثلا زي ما انا شرحت قبل كده مروان بابلو انا مروان موسى معلش مروان موسى بحب مروان بابلو بس مروان موسى دي مكانته خاصه عندي اوكي مروان موسى لو غنى اغنيه مش حلوه ممكن ابقى عارف ان هي مش حلوه بس هقول عليها ان هي حلوه لان انا بحب مروان موسى فاهم اقصد ايه اللي هو فان فاهم فهم عشان معروفين ممكن تبقى اغانيهم مش قد كده بس عشان ليهم فانز فاللي هم بيدوا الاغنيه طعم او بيخلوها حلوه او بيقولوا عليها ان هي حلوه اوكي فانا شايف ان دي احسن من ناس كتير قوي معروفه
واخدة حقها، يمكن واخدة أكتر من حقها كمان، أوكي، في مجال بالذات الراب، في الكام أغنية اللي أنا سمعتهم بصراحة، أوكي، أنا بتكلم عن اللي أنا سمعته، أوكي، فدي جنبهم أحسن بكتير بصراحة. وكبداية ليك، ف يعني في حاجة عايز أقولها، ودي يعني أنا كنت كويس إن أنا افتكرت أقولها على طول، أوكي، قبل ما أعمل إيديت ولا أي حاجة أقول يا أنا نسيت. كنت في واحد اتفرجت عليه عنده مش عارف كام مليون سبسكرايبر حاجه زي كده، كان بيتكلم، كان ناس مستضيفينه وكده، هو تقريبا مكسيكي حاجه زي كده، بس هو شكله مش مكسيكي، اوكي، مش مكسيكي مكسيكي. ف بيتكلم ان هو اول يعني في الاول خالص كان اللي هو دماغه، يعني هو بيفكر ازاي ان هو نفسه يوصل لحلم معين، ان هو يبقى مثلا غني، ان هو يبقى معروف، يبقى مشهور، يبقى الناس عارفاه، فاهم؟ فبيقول لك هو قبل ما يوصل الحاجه دي كان حاطط في دماغه كده ان في غيره بيشتغل عشان يوصل لنفس الحلم ده، اوكي، اللي هو اصلا حلمه هو. يعني هو بيتكلم بيقول ايه، انا اعتبرت ان في ناس بتتقاتل، او اللي هو بمعنى ان هي بتشتغل باقصى جهدها عشان توصل للحلم اللي هو بتاعي انا، هو بيتكلم كده، الحلم اللي هو بتاعي انا، ف ده اللي خلاني اشتغل يومين. هو برضو بينزل على فكره فيديوهات بقاله مش عارف تقريبا اكتر من 4 سنين حاجه زي كده، يوميا بينزل مش عارف فيديوهين، لان عنده قناتين حاجه زي كده، يوميا بيقول لك في الاسبوع بينزل بتاع 14 فيديو، اوكي، ممكن ده اللي مخليني اعمل فيديوهات كل يوم، اوكي، ولما برضو في يوم بيعدي ولا اي حاجه اللي هو ببقى متضايق، اوكي، عشان غيري اكيد بيشتغل نفس الشغل او بيتعب نفس التعب وهيوصل للحلم اللي انا عايز اوصل له، اوكي. فانا اتمنى ان انت تشتغل على موضوع الراب، اوكي، لان اسلوبك حلو مش وحش، اوكي، كلمات برضو مفهومه، في ناس انا سمعتهم في الاغاني اللي سمعتها الحتت اللي فاتت، الاغاني اللي احنا سمعناهم قد كده، في منهم بيغنوا بقى مش قادر افهمه، اوكي. وفي تاني حاجه عايز اقولها، من ضمن الراب اللي انا سمعت الراب، من ضمن الراب اللي انا سمعته كان في مش فاكر كان مين، كان سلايفر او ارسينك او مش فاكر كان مين قالها، بيقول لك ان ربنا بيقول ايه، ربنا سبحان الله، يعني بمعنى يعني ربنا بيدينا اللي احنا محتاجينه مش اللي احنا عايزينه، اوكي. فطبعا الكلمه دي وانا كنت بعمل ايديت ما كنتش اخدت بالي منها، فانا بعمل ايديت اللي هو ازاي، طب ما بيديني اللي انا محتاجه، طب ما جايز انا مش محتاجه، فاهم؟ قعدت افكر، ففي الاخر وصلت لحاجه ان كلمه، طبعا في ايه اللي بتتقال اللي هي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اوكي، صح، ولو انا قلتها غلط انا اسف، اوكي، انا مش شيخ، اوكي. ففعلا ربنا ممكن ياجل حاجه انت عايزها، يعني كم مره اكيد كلنا حصلت لنا نفس الموضوع ده، ان انت تبقى عايز حاجه، اوكي، وتلاقي الحاجه دي انت مش عارف تنفذها وتبقى متضايق جدا، ويحصل لك حاجه تانية، والحاجه التانية دي توصلك لحاجه انت ما كنتش اصلا في دماغك، فاهم؟ فسبحان الله، يعني اللي انا عايز اقوله، يعني انا اتمنى لك ان ربنا يديك اللي انت محتاجه ان شاء الله باذن الله، اللي هو الصح ليك، او اللي هيوصلك ان شاء الله باذن الله في مكان احسن، اوكي، و يا رب يكون كلامي حلو ويكون مفهوم اصلا، يعني يا ريت الناس تفهم انا عايز اقول ايه. ما علينا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقولكم يلا تشوس.